لقطع الطريق أمام مساعي إدخال ليبيا في مراحل انتقالية جديدة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية تجدد التأكيد على فتحها الأبواب أمام أي مبادرات تقود البلاد نحو مسار سياسي ينهي أزمة طال عمرها لترسو ليبيا على شاطئ الاستقرار. نحن منفتحون للاستماع لأي مبادرة أو أي مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات، حتى نقطع الطريق أمام من يسعى لاستخدام هذه الحجة بالدخول بالبلاد في مراحل انتقالية جديدة. ولعل حل تعقيدات المشهد الليبي لا يكون سوى بإجراء انتخابات يحل دون إجرائها غياب قانون ينبثق عن أساس دستوري متعثر بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، رغم التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير الإمكانات اللوجستية اللازمة لتمكين إجراء المسار الانتخابي. لا خيار أمامنا إلا الانتخابات، وإنما يعطلها هو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري عادل للجميع. أدبيبة شدد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي والضغط الإيجابي الذي يجريه على كافة الأطراف للتوافق على الأساس القانوني لتنظيم الانتخابات. ندعم وبقوة جهود المبعوث الدولي السيد عبد الله باتيلي، والتي تهدف للإيفاء بالتزاماتها، وهي التزامات خارطة الطريق، والتي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية من مراحل العمل السياسي. والضغط الإيجابي الذي يبذله وتبذله هذه المنظمة على كافة الأطراف. في المسعى ذاته أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لقاء مع عدد من الأحزاب السياسية لدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة.